السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيما. ازيك يا عبده؟ ازيك يا شيما؟ يا مساء الفل والسعاده. يا مساء الانوار. يا مساء الانوار. بلاش مساء الانوار. طيب يا مساء الفل والسعاده. مساء الفل والسعاده، مساء كل حاجه حلوه. بس ايه، نبدا نرحب على طول بضيوفنا اللي مشرفينا في البيت. أيوه. نبدا بالمطبخ، ومعانا النهارده الشيف عبد الله. اهلا بيك يا شيف عبد الله، ومشرفنا من الاقصر. من الاقصر جاي لنا، من الاقصر يعني. اهلا بيك يا شيف عبد الله، منورنا في بيتنا. ومعانا يا شيف احمد. اهلا بيك يا شيف احمد، نورتونا النهارده في البيت. اهلا بيك. ومعانا بقى استاذ محمد علام، صاحب شركه اولاد علام، مصنع بسطرمه اولاد علام. اهلا وسهلا بالظبط. ومعانا استاذ محمد جمال، مدير الانتاج الشركه. اهلا وسهلا استاذ محمد. نورتونا النهارده والله. ربنا يخليكم. خلينا بس كده في بدايه حلقتنا النهارده، هنبتدي بالشيف، هنشوف هيعمل ايه، وبعدين نرجع لكم ونشوف معنا ايه النهارده ان شاء الله. شيف عبد الله، هنبدا بايه وصفاتنا النهارده؟ اتاكلنا الاول ايه يعني؟ انت ناوي بالحلو ولا حلو النهارده؟ خلينا النهارده في البيت يا عبد، هنعمل حاجات حلوه للضيوف بقى. حاجات حلوه يعني بسيطه وسهله. طيب كويس، عشان لو جالنا ضيوف في اي وقت نعملها بسرعه، ما تاخدش مننا وقت. معانا برده بسبوسه سوري. معانا ايه؟ بسبوسه سوري. يعني بسبوسه بالطريقه السوري. طيب اول وصفه اسمها ايه؟ كنافه المانجا بصوص الكراميل. كنافه بالمانجا بصوص الكراميل. طيب دي بقى نبدا فيها. مكوناتها ايه يا شيف؟ معايا دوس بودر. اوكي تمام. شوكولاته بدل الحشو ده. تمام. مانجا كريات. الكنافه. دي الكنافه كده، مقادير الكنافه بتاعتنا. تمام. كريم باستري. تمام. الكنافه وكريم لباني. طبعا المقادير برضو هتنزل معانا على الشاشه علشان الناس ايه تتابع معانا وتشوف المقادير اللي حابب يبدا فيها. بتبدا ازاي بقى يا شيف؟ ابدا حابب الكراميل. ابدا بقى معاك. تمام اتفضل. يلا بينا. طب ابدا معاك. يلا بينا نبتدي. هنبدا الايه، الكنافه طبعا يا جماعه، يعني الطريقه السوري. تمام. وطبعا كالعاده انا طبعا ببهركم بالوصفات اللي بعملها لعبد الرحمن على طول في البيت. حلو وحادق، بس النهارده بقى يعني الشيف اللي معانا هيعمل حاجات كويسه. انا كل ده وبدوقه فعلا. طبعا انت تنكر ولا ايه؟ يعني على طول بعمل لك كنافه بالمانجا، وبعمل لك بس. انت صح ولا لا؟ ايوه انا يعني استاذ محمد رمضان شاهد علينا. طبعا طبعا. السكر اول حاجه. ايه؟ الكراميل. ده الكراميل. مقاديره ايه بقى؟ سكر. كوبايه سكر. كوبايه ميه. عصير ليمون. اطلع النار لحد ما يبقى معايا الكراميل الذهبي. تمام. وبعد كده انزل عليه بالكريمه اللباني. وبعد كده بالكريمه اللباني. تمام. تمام يا شيف عبد الله. بس حابب اسال سؤال يا شيف، ايه الميداليه اللي انت واخدها او اللي انت لابسها دي؟ دي برونزيه. افضل طبق حلو. افضل طبق حلو. اوكي عاش 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 عاش. شفنا والشيف احمد كمان. احمد برده معايا نفس البرونزيه. شيف الحلواني بدمياط. شيف افضل. ما شاء الله. كانت في مسابقه الساندوتش الحلو. ساندوتش الحلو. ساندوتش الحلو. ساندوتش الحلو. ساندوتش حلو. حلو ده. كنافه يعني. طب عايزين نسال بقى ضيوفنا، انت لكم في الحاجات الحلوه دي ولا ايه؟ طبعا والله. لا اصل في دايما مثلا من يعني دايما حتى كمان الرجاله مثلا ما بتبقاش ليها في الحلو قوي، ممكن تحب الوصفات اللي هي الحادقه عن الحلويات بس، ولا انتوا ليكم في الحلويات يعني؟ لا طبعا اي حد لازم يكون في الحلويات يعني. انا بقول برضو كده يعني. طبعا. ومعانا استاذ محمد، بسطرمه اولاد علام، اسم طبعا انتشر. ونبدا مع استاذ محمد ونعرف امتى بدات شركه تصنيع اولاد علام، واشمعنى بالذات البسطرمه؟ البسطرمه عشان طبعا ديت حاجه شغلانتنا، بقالنا من 2012 شغالين فيها. 2012 ما شاء الله. فالحمد لله يعني بدأنا خطوة خطوة. وطبعا المشاريع الصغيرة لما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلا بينجح الناس عايز يبقى في الأحسن. فطبعا احنا ماشيين واحدة واحدة. طيب. قلنا عن الحاجة دي طبعا بنشوف الزبون. القيمة عاملة ايه، الشغل عامل ايه. تمام. فالحمد لله يعني ده سر نجاحنا وأولاد علام. طيب لا ما شاء الله يعني اسمكم ما شاء الله يعني في السوق. يعني مش محتاج اي حاجه. اولا عايزه اشكركم بس ان انتم النهارده لبيتوا دعوتنا وكنتوا معانا النهارده، فميرسي ليكم. استاذ محمد مدير الانتاج، كنت عايزه اسال حضرتك، عايزين نعرف مراحل تصنيع البسطرمه. يا المراحل يا فندم تصنيع البسطرمه حضرتك تبقى اول مرحله ان اللحم بيجي مجمد، بيتحط على استندات. تمام. حديد تفك. استلس. استندات استلس. تفك. وبعد كده تاني مرحله ان هي بنجيب الهوالك. نشفت الهوالك حضرتك. وبعد كده بتنضرب سكينه وبتخش حاجه ملح. بتقعد من مرحله الملح من 8 ساعات ل 10 ساعات ملح.
وتطلع تتغسل غسله نظيفه في بانيوهات ستانلس. بتخش كبسه ليها مراحل ليها كذا مرحله مش مرحله واحده. بتخش كبسه هيدروماتيك بتخش طبعا كبسة هيدروماتيك بتطلع تمام يعني مفيش تدخل يدوي كتير ده في حاجات لا على فكره شغلانه البسطرمه اكترتها صناعيه اولا تمام مفيش مكان كلها صناعيه زي الجزارين بالظبط تمام زي شغل الجزارين طبعا اللحم بيجي مبقاش فيه نسبه اي نسبه دهن اي ولا اي نسبه دهن ولا لازم تبقى حمرا صافي حمرا جدا شوفي كده فاهمني تخش كبس تطلع من الكبس تاخد مثلا توابل حلبه بهارات حلبه وبهارات وتوم حضرتك وشطه وكده ده يخليني اسالك سؤال يا استاذ محمد اللي هي جوده اللحمه نفسها او مصدر اللحمه بتنتقيه ازاي وبتجيب مصدر اللحمه منين ويعني الحته دي بالذات عشان تهم المشاهدين نوع اللحمه ومصدرها بتعمل هو احنا اصلا شغالين اللحمه مستورد كله تمام بيبقى من البرازيل او من الهند برازيل او الهند برازيل فطبعا البرازيلي ده حاجة كويسة طبعا. يعني أفخم حاجة هنا موجودة في مصر وانتوا واخدين بيبقى في حتة معينة يعني جزء معين جزء معين بنشتغل فيه مش أي جزء اللحم. بيبقى وش أو سمان تمام طبعا واخدين ترخيص وزارة الصحة طبعا معنا الترخيص ومعنا كل حاجة تمام. فالحمد لله فأنا بقول يعني سيادة الرئيس بيدعمنا وعايز يقف جنب الناس مثلا عشان تكبر وكده طبعا ويبقى حاجه كويسه في البلد اكيد طبعا اكيد نرجع معلش طيب نشوف الشيف كان عامل ايه ونرجع لكم تاني الشيف عبد الله ايه الاخبار معانا وصفتنا عاملنا فيها ايه كراميل على النار كراميل على النار معانا والايه كنافه الكنافه نفسها على النار تحميص بتتحمص في السريع تحميص سريع تمام حطينا السمنه اللي بتبوظ تنسيها على النار الايه السمنه اوكي تمام هنحطها البسبوسه برده على النار قبل ما برده الوسط الشيف احمد بيضرب الكريمه الباستري كريم باستري الكريمه ايه باستري كريم باستري باستري 200 جرام بودر عليه 500 ملي ميه تمام طبعا المقادير نزلت معانا على الشاشه هتنزل برده علشان ايه الكنافه يقدروا يشوفوها معانا ويعرفوا المقادير بتاعتها والصوص الكراميل مقاديره وكل حاجه ده انت بتبدا بقى ايه بالصوص وبعد كده هتبدا ايه تخلصها في الاخر معانا يا شيخ تمام قبل ما الصوص يجهز نرجع تانية يا شيخ والمقادير الكنافه نزلت معانا على الهوا اهي اللي حابب يعرف الكنافه دي بالطريقه السوري كنافه بصوص الكراميل والمانجا اللي هي كيلو كنافه ونص كوب سكر بودر وكوب سمنه دي الكنافه نفسها بعد كده الحشو بتاعها مانجا ومكسرات و150 جرام شوكولاته و100 جرام كريمه باستري ومقادير الكراميل اللي هو كوب وربع سكر ونص كوب ميه وليمون ونص كوب كريمه لباني ومكعب زبده ما شاء الله يا عبده على نظرك يعني قاعد مش شايف وانت بعيد عني وشايف ما شاء الله يعني مش بحسد عليك خالص يعني طيب ماشي يا عبده بس اسم محمد عايزين نعرف منك اماكن التوزيع وكيفيه الوصول للعميل ليكم تمام احنا حضرتك معانا عربيات تمام بتوزع في الجمهوريه كلها في الجمهوريه من اول السويس معنا توكيل في السويس الحجاوي ومعايا في اسكندريه توكيل حد اسمه رمضان علام ومعنا في كل حته توكيل رمضان علام ده يعني قريب حضرتك ولا عشان اسم بقى هو يعتبر ولا صدفه هو صدفه وزي اخويا بصراحه اخويا الكبير يعني يا ربنا يخليك فالحمد لله معنا ناس كويسه واخده التوكيلات بتاعتنا في جميع المحافظات يعني اللي حابب يتواصل او يوصل ليكم متاح معاكم لاي في جميع المحافظات لاي محافظه متاح معاكم لاي محافظه في مصر ان شاء الله ومعانا برده ارقام التليفونات بتاع حضرتك اللي يقدر على الشاشه بتظهر دلوقتي اللي عايز يتواصل مع استاذ محمد ومع بسطرمه اولاد عملان يقدر ايه يعمل ومعانا بعض الصور للبسطرمه وللشغل بتاعها نبدا نعرضها معانا على الهواء دي بسطرمه اولاد علام ده اللوجو بتاعنا ده اللوجو بتاعكم احلى جوده واحلى طعم دي البسطرمه دي البسطرمه منزله مطاعم لسه شغل جديد بنقطع عندنا في المصنع وننزله مطاعم وكده في فاكيوم في اللي هو العادي تمام ده نفس الشغل ده الشغل بقى يعني ايه زي اللي معانا زي اللي موجوده معانا على الترابيزه تمام البسطرمه الواحد لو حب يعرف جودتها دي كمان يا عبدو ده سجق ده سجق ده السجق البلدي سجق بلدي سجق بلدي تمام منتجات دي كلها ايه بقى الفرق ما بين دي ودي الصوره دي فرق ان ديت مثلا على نسبه تومه زياده دي نسبه تومه بسيطه في زبون بيقول لك مثلا ايه لا انا عايز التومه تبقى بسيطه ما تبقاش كتير على الفرق تبقاش كتير لان التومه اصلا لما بتنزل في طبق البيض بتمرر ممكن الشيف يكون عارف حاجه زي كده تمام وبالنسبه للسجق ده تصنيعه بيكون هنا برضو محلي انتوا بتعملوه اللحمه والتتبيله وكل حاجه تمام
تمام. بالنسبه للصور كده وصلت لك وشفناها، ونرجع بقى ايه معاك وتاني مع استاذ جمال. استاذ جمال مدير الانتاج، وعايزين نسال سؤال بقى مهم. سر تتبيله ونجاح بسطرمه اولاد علام، ايه سر التتبيله بتاعت اولاد علام؟ واهم حاجه حضرتك الملح والكبس. تمام تمام. الملح بيبتدي من 8 ساعات ل 10 ساعات. تمام. والكبس 5 ساعات. تمام. دي العامل الاساسي للبسطرمه. لكن الغلاف اللي بره اللي حضرتك شايفه دوت، دي بتبقى توابل. دي التتبيله بقى. التتبيله بتبقى يعني جزء الغلاف ده، دي تتبيله. دي تتبيله بتبقى عباره اول هام، اول مرحله حلبه. حلبه. وتوم. وتوم. وشطه وكمون والكلام من ده. طبعا في حاجات تانية، في حاجات تانية مش هينفع نقولها. والله ولو قلتها، عايزه اقول لك على حاجه بجد، يعني انا لما بقعد على اليوتيوب تصنيع البسطرمه يا جماعه اعملوا، كل الناس بتفشل فيه. من الاخر البسطرمه بالذات جيبوها من بره. جيبوها من اولاد علام يا جماعه. هنشتغل ازاي حضرتك يا فندم؟ لسه عملتها بنشتغل ازاي؟ هنشتغل ازاي؟ بالظبط يعني. حضرتك يا فندم في البيت هتتعمل ازاي؟ لابد تتعمل ليها مراحل كتير. لها كذا مرحله. بعدين احنا يا جماعه واحنا يعني ناجحين في الحاجات دي، لما ننجح في البسطرمه هاتوا البسطرمه من بره يا جماعه من اولاد علام. بسيطه خالص اهي. تمام يعني ده كده الغلاف اللي بره ده التتبيله بتاعت التتبيله. طيب. كنت عايز اعرف بس مده تصنيع البسطرمه، يعني المده بتاعتها بتخلص قد ايه؟ يعني في حدود 24 ساعه. 24 ساعه يعني 24 من بدايه ما تستلم اللحمه نفسها لغايه ما تخرجها مصنعه. 24 ساعه. كان على اليوتيوب برضه بيقولوا انها تقريبا اسبوع، هتعفن تقريبا كده بعد اسبوع. لا 24 ساعه. بتاخد 24 ساعه تبقى جاهزه، تقدر المستخدم ياخدها. المستخدم بقى السوبر ماركت بياخدها، مثلا بيتعامل مع الزبون عايز يعدي عنده مثلا يومين على المنشر او كده لحد ما تنشف اكتر. بكل ما تنشف على فكره تبقى احسن. البسطرمه بالذات كل ما بتقعد كل ما بتكون احسن. طبعا يعني كل ما تقعد اكتر كل ما بتكون افضل. كل ما بتكون احسن. بس سؤال، هي البسطرمه ما فيهاش انواع؟ هي نوع واحد؟ حاجه واحده بنوع واحد ولا البسطرمه لها انواع؟ لا انواع، في بسطرمه اللي هي بتومه واللي هي المخليه، وفي فاكيوم. يعني يا جماعه في فاكيوم، يعني فاكيوم الهواء بيبقى مشفوط سنه خالص، ما بيبقاش فيها نقطه هواء، ممكن تقعد مثلا مده كبيره. الترنش بتاعه برضه بيبقى اعلى شويه. ده فاكيوم. ده بنخرجه تصدير، يعني انا بودي الامارات وعمان. يعني في كمان انا بصدر. بصدره يعني وصلته دلوقتي الحمد في تصدير. لا انا بقول لك يا عبده ما شاء الله، يعني اسمهم مصنع ما شاء الله، المصنع بتاعهم يعني ما شاء الله. يعني مش توزيع محلي بس، لا لا بنصدر الحمد لله. تمام. يعني لها كذا نوع من انواع الشغل. يعني نقدر نسال سؤال ونقول هل اولاد علام مش مقتصر على البسطرمه بس؟ ده في سجق، في بسطرمه، في كذا نوع. طب ايه الانواع اللي عندكم؟ انا لسه بس في السجق والبسطرمه كمرحله. كنا الاول بسطرمه وبعدين سجق، فلسه بقى يعني القادم افضل ان شاء الله. فلسه مثلا حاجه ان شاء الله. طيب نرجع بقى للشيف يا عبد، نشوف عملوا ايه. معانا الشيف احمد والشيف عبد الله، ايه الاخبار؟ بدانا عملنا حطينا السمنه بتاعه البسبوسه على النار لغايه ما تسيح، وبعد كده بنزل باللبن بتاعي عشان بندمجوا مع بعض بيبقوا مزيج واحد. تمام. كل ستات البيوت الشاطرات الامورات ركزوا معانا في الحلقه دي، حاجات حلوه اهي. المشكله اللي بتقابلهم. تمام. دي علشان ايه؟ دي المشكله اللي هي لما بتيجي تندمج لازم يكون مع بعض بساعتها بتبقى السمنه بتاعتها بارده. لازم تبقى سخنه. بردة. لازم السمنه تكون سخنه. تبقى لا تبقى سخنه، لازم تكون سخنه عشان ما تكملش. وبعد كده بنزل باللبن. استنى فاهم، انا عارفه انا بقول ايه. انا بسمعه وانا بسمعه. انت عايزه تحطيها برده وتطلعيها؟ لا لا انا بسمع ثواني بس. انا فاهماك على فكره، انا فاهماك. هي حاجه شكلها حلو. السمنه تكون سخنه وبنزل باللبن، تلاقيهم غليوا مع بعض. تمام. فبالتالي بيندمجوا مع بعض. ماشي. بيبقوا مزيج واحد. ده بسيط. لا هم بيحطوا كل حاجه مع بعض وفي الاخر بيدخلوه. بنزل بالعسل بتاعي، نزلت بيه عسل جلوكوز. مفيش عسل جلوكوز، ممكن احط عسل ابيض. عسل ابيض. ما عنديش عسل ابيض، ممكن سيرب تقيل. ماشي. لها كذا حل. تمام. بعد كده بنزل بالسكر بتاعي. اوكي. ياخد تقليبه شويه. ليه انا بعملها كده البسبوسه؟ انا بعملها، انا بعديها نص سوا على النار عشان فبالتالي بتدخل الفرن. لو عملتها على البارد ودخلتها الفرن بتطلع من جوه بيضه واخده وش بس. يعني البسبوسه في الاول نص سوا على النار. دي جديده يا جماعه، دي جديده حقيقي. اللي اعرفه ان البسبوسه بتتعمل كده في الصينيه كده اهو كده وتخلص على طول وخلاص. عشان كده بتبقى ما اقولكش على النتيجه على فكره لما بتطلع بقى، يعني حاجه شكلها جميل جدا بس تخبطها في الحته وترد لك تاني. والله البسبوسه عمرها ما نجحت معايا. يعني جربها ان شاء الله بالاصل السوري ده هتنجح باذن الله. يا اما تبقى معجنه يا اما تبقى ناشفه حجر، ما اعرفش ليه. يعني انا والله بجتهد وبعمل. لا وبقى ايه تقولي السر في ايه؟
ده الشربات هو اللي ما خلاش ده الشربات مش حلو. دي هتبقى باينه. دي السمنه البلدي فيها. السمنه البلدي هي السبب. السربة. طحينه على الصينيه. فوق السمنه. بعدين السمنه وبعديها طبق الطحينه خفيفه خالص من فوق. طحينه. الطحين اللي هو الدقيق. لا لا طحينه الطحينه. طحينه طحينه. سمسه الطحينه. اللي هو سمسه الطحينه. والله؟ خام. خام. اوكي. بتديها ريحه السمنه البلدي. طيب والله معلومات مهمه جدا يعني من الشيفات يعني محترفه في فصواتهم وحاجات الحلوه. الطريقه السوري الناس كلها بدات تحبها في الكنافه والبسبوسه والنهارده معانا بقى السر بتاعها. الطريقه بتاعتها وخطواتها معانا. بنزل بالسكر وبعد كده اخر حاجه بنزل بيها جوز الهند والسميد بتاعها. والسميد بتاع البسبوسه يكون سايق. يكون سايق. طيب استاذ محمد احنا عايز الشيف معانا ممكن برضو يعمل لنا وصفه بالبسطرمه يعني تقدر نعمل لنا وصفه او تقول لنا وصفه بالبسطرمه. ما هو الشيف حلويات يا عم. الشيف اللي حلويات. نسال استاذ محمد بقى بسطرمه عندكم على طول في البيت ايه احلى حاجه بتحبها بالبسطرمه؟ هو عامه الشعب المصري بيحب البسطرمه بالبيت. هو احنا حضرتك بناكل البسطرمه وبنسيب البيت. ايوه عارف انا الناس دي. ايوه البسطرمه بينقوها. انا باكل البسطرمه بسيب البيت ما بحبش البيت اساسا. فاحنا لازم نعمل بيت بالبسطرمه عشان اكل البيت. بس هو مش فاهم. انا باكل البسطرمه وبرضه بسيب له البيت. بس فهي بتتنقل البسطرمه من لكن في طريقه ثانيه بتحبها تعمل بيها انت البسطرمه؟ في بقى على حسب مثلا. بس انا بقول لك يعني بنها بالبيت بتبقى اسهل يعني. بس في بقى مثلا حد بيحط على فول أو بيعمل صينيه في الفرن. وممكن اللانشون في البيت يتعمل بالبسطرمه والبيتزا. بيتزا بالبسطرمه بتبقى طيب. وممكن اللانشون في البيت يتعمل بالبسطرمه برضو. جبنه روم على البسطرمه موجود. لا ليها كذا استعمال. ليها كذا طريقه حضرتك. بس هو الشعب المصري عارفه هو البيت بالبسطرمه. لا هو الشعب المصري بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا البسطرمه لها شغل كتير وحاجات كتير. بس نيجي مع الاستاذ محمد وفطاير وبيتزات وحاجات كتيره جدا بتبقى ايه بتدخل في تصنيعها ومعانا. مستر محمد حضرتك لو حابب بقى تشكر حد او تقدم رساله حابب تقول حاجه معينه توصلها لحد فاتفضل. اوصلها مثلا شعبنا شعب كويس وطبعا كل واحد بيبقى على تعب مجهوده. طبعا بيبدا مش كل واحد مثلا يفضل قاعد ومستني شغله يجي لحد عنده. لا انت مثلا بتتعب وربنا بيكافئك فان كان حلو او وحش بس المهم انت بتعمل اللي عليك. واحنا الحمد لله بنعمل اللي علينا وربنا عشان كده هو ده سر نجاح مصنع بسطرمه اولاد علام. ربنا واقف جنبنا وطبعا بدعوات والدتي ربنا يخليها اهم حاجه عندي. استاذ محمد كلمه اخيره منك برضو. انا بوصل لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشاريع الصغيرة اللي هو بيبعت ترخيص ويخلي الشباب ان يشتغل وبيساعدنا لحاجات كتيرة. ووصل لأخوي أحمد أشرف اللي هو يعتبر تصنيع البسطرمة اللي ماسك المصنع. وصله ان هو راجل ناجح ربنا يوفقه دايما وانتوا تيم مع بعض كلكم بيطلع بسطرمه وتفصيل كويس. تمام وعلى كده. انتوا نورتونا النهارده ومبسوطين ان انتوا كنتوا معانا ولبيتوا دعوتنا النهارده. ميرسي جدا ليكم. توفيق ان شاء الله. بس المرض عليا استنونا بعد الفاصل هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني مع فقره جديده. استنونا